السلام عليكم. لقائنا الخامس. حنبدأ بملاحظة مؤسسة عن الطباع الشخصي، أن الشخصية الليبية شخصية توكيدية، بمعنى أن ما لا يؤكد للليبي مشكوك في أمره. عبارة أنت ما أكدت ليش دي ما نقول فيها، لأنك إذا كان ما أكدتش يبقى كلامك لا يحمل محمل الجد. ممكن نلتمس هذه السجية الليبية أو حتى عند المثقفين، عند الكتاب، في استخدامهم لأدوات التوكيد. يعني أنا لما نقول لك مثلا وكان العميد جاء في وقت سابق، وكان العميد جاء في وقت سابق، تشعر الجملة ناقصة صح؟ مفروض تقول وكان قد جاء صح؟ معنى الجملة سليمة، وقد تفيق التأكيد. شوفوا لما تنقص نستغبوها، كأن الأصل أن يؤكد الأمر، وإلا فهو مشكوك في أمره. وعشان تعرف عشان يعني واحد من مؤشرات التوكيد في الشخصية الليبية عند الكتاب المثقفين، شوف كم يستخدم مرة في كلمة إن، يشعر أن الجملة لما يبدأهاش بإن ما هي جملة، كأنها ناقصة. ومش إن فقط، تعبيرات الإطلاقية إطلاقا، ولا شك فيه ولا ريب فيه، على حساب كلمات لعل وعسى وكاد، ما يسمى بأفعال المقارنة. ما فيش طبعا، حتقولي القرآن مليان بإن وبلا ريب فيه. طبعا لأن الخطاب مختلف، راه اللي يحكي إله، وإله بالتالي كلي العلم، يعرف كل شيء، لكن أنت كبشر أنت لا تعرف كل شيء، وبالتالي دائما، وأنا ياريت تجربها مع نفسك، تجربها فيما كتبت، خلينا نجربوها في بيانات التكتب مثلا في إنات وجدات ولا لا، في إطلاقيات وجدات ولا لا، لأن هذه تشي بالموقف اللي وراه، اللي قد لا ينتبه إليه صاحبه هو نفسه، قد لا ينتبه إلى نزعات الجزمية والقطعية. السجية الثانية لاحظتها أن الليبي لا يحب الثناء على الآخرين. ما تريحش أن واحد يشكر كثيرا. عندنا مثل دكتور عبد الله اللي تشكره قرعت كم قريبة، لا كأنك راه لما شكرته لا وقف. طبعا راه مش نوع من الموضوعية والتوازن، لا يقول لك مثل آخر، يقول لك فلان يشكر دار الحبس، ايش معناها؟ يبالغ في الشكر. زي ما يقول مستكثر عليه إنه يشكر، كيف تشكر أنت حتى دار الحبس تشكر فيه؟ عندنا مثل آخر، الطعام للزبدة والشكر للترفاس، مستكثرين على الترفاس يشكر، مع أن من أكثر الشعوب التي تردد من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ديما نقول فيها، لكن ديما عندنا حساسية مع الشكر. طبعا أنا مش مع الثناء، لكن أيضا مع الموضوعية. ليش حكيت على الثناء هنا؟ لأن كان لاحظت أن في المحاضرات السابقة كلها
حكيت واجد على العلم، وأنا حنكون راضي جدا على مخرجات هذه المادة لو استطعت في النهاية أن أمكن الطالب من أن يبلور فكرة واضحة عن العلم، بحيث لا يغدق في الثناء عليه ولا يقلل من شأنه. أنا عندي كتاب اسمه تقريض العلم، مر عليك كلمة تقريض؟ تقريض بالضاد المشال، من القريبة اللي هي نقد التقريب، نقد أو للشعر ولا لا؟ لا، هذيك بالضاد غير المشال، يقرض الشعر. أوكي. ويقرض حتى القرض، لا نحكي عليها الضاد مشال. التقريض ذكر عكس أو ضديد أو مضاد التأبين. التأبين شنو هو؟ ذكر محاسن الميت. التقريض ذكر محاسن الحي. لكن ذكر محاسنه فيما يجدر أن يذكر به، وهذه النقطة اللي طبعاً ليش نحكي على تقريض العلم؟ طبعاً لاحظوا أن أنا أعتبر أن العلم هو رهان البشرية الأساسي، هو تميمتنا ضد الجهل والتخلف والوعي الزائف. أكبر مشكلة تواجه فينا هي الوعي الزائف، الوعي غير الحقيقي، الوعي غير المؤسس علميا. ولاحظوا أن اللي يحرك الناس والمجتمعات ويصنع مقادير الشعوب والأمم مش التاريخ، وعينا بالتاريخ اللي قد يكون مشوه. اللي يحرك فينا مش الوقائع التاريخية اللي صارت، مش الواقع اللي يحرك فينا، صورتنا التي قد تكون مشوهة عن الواقع. أنا مرة قيل لا يهم ما إذا كان تحت القبة شيخ، إذا اعتقد الناس أن تحت القبة شيخ ما تفرقش في شيخ ولا لا، إذا كان أنت اعتقدت أنه شيخ، لأن هذا اللي حيحركك. فما لم يكن الوعي المجتمعي مؤسس علميا حيكون زائف بكل تبعات هذا الزيف. طبعا الصورة اللي قدمتها للعلم رغم كل المطاعن اللي فيه تظل صورة طهرانية، بمعنى أني ما زلت نعرف العلم في شكل براق، أن العلم موضوعي وأنه يفسر في الظواهر. كل ما قلت عن العلم إيجابي إذا ما استثنينا أنه مش يقين. لكن لاحظوا أن هذه صورة للعلم قد تكون غير حقيقية. لاحظوا أن الصورة اللي قلناها العلم من موضوعيته وحياده ودقته في التجريب وانضباطيته، هذه الصورة التي رسمها مجموعة من الفلاسفة ينتمون إلى الوضعية المنطقية، هم اللي آمنوا بالعلم مخلص وحيد، وهم اللي رسموا له صورة تكاد تكون مثالية. لكن هل هذا هو العلم حقيقة؟ هل العلم فعلا موضوعي؟ نعم، هي الفكرة هذه سيطرت في الواقع من العشرينيات قرن الفائت لعند السبعينيات. 50 سنة العلم مبجل، موقر، مثالي، موضوعي، محايد، دقيق في تجاربه إلى آخره.
وطبعا صورة الوضعية للعلم هي تعتبر العلم هو مخلص البشرية، واحد. حكاية الفلسفة أم العلوم لا يؤمنوا بها، لا، الفلسفة خادمة العلوم، مفروض الفلسفة هي اللي تخدم العلم، اللي توضح مفاهيمه. في حاجة اسمها progress by accretion أو by accumulation، صرت من العلم أن العلم يتقدم تراكميا بحيث في كل مرة نضيف جديد. وفي عبارة شهيرة ممكن مرة بيكم لإسحاق نيوتن يقول فيها: لو كان قدر لي أو لو كان قيض لي أن أرى أبعد مما رآه الأسلاف، فلأنني أقف على أكتاف عمالقة. راني حقيت لك قدام واجد، لأني مصبي على أكتاف عمالقة اللي قبلي، الأسلاف. فكرة تراكمية العلم هذه واحدة من مبادئ الوضعية. ونحن حكينا على الفرق بين العلم والمعرفة. اللي يهمنا في العلم في هذا السياق إن مشروع نسقي. تو المعارف، لما نقول لك معرفة، ما أنا عارف حاجات وجدات وأنت عارف، ما فيش نسق. لكن اللي يوقر في ثقافتنا هو النسق، هو أن يكون عندك مجموعة فرضيات وفي كوهيرنس بينهن. كوهيرنس يعني تساوق، يعني في ارتباط منطقي بينهن، وتطرح في رؤية للعالم تفسر به الظواهر. لكن لما نقول المعرفة، معارف أقل، أكثر تشددا، أكثر تشرذما من العلم. هذا السياق اللي نحكي فيها على العلم. في حاجة أخرى ممكن مر عليكم الترم ومهم هو رغم أن دلالاته مختلفة، اللي هو هيستوريسيزم. مر عليكم العبارة تاريخانية؟ راهي عبارة يعني في الوسط الثقافي دائما تستخدم، ومش في سياق واحد، تستخدم في سياقات كثيرة، والكلمة ملتبسة لأنها لها أكثر من معنى. خلينا نشوف معانيها المتعددة باش نعرف علاقتها بالعلم. تاريخ العلم نفسه، نعم، تاريخ العلم نفسه، ولا زي مسألة حالة الطقس والتنبؤ بها، أن يشوفوا ما كان يحدث في الماضي. نيذر يا محمد، نيذر. أوكي، السياق اللي نحكو فيه على التاريخانية مش قصدنا أن نحن نتنبأ بالشيء بناء على تاريخ الماضي، لا، مش هذا المقصود، لأن هذا هو الاستقراء. وشني التاني قلته؟ المعنى الأول، هذه يسموا فيها العود الأبدي. لا، موضوع تاني، مش هذا المقصود بالتاريخانية. بابر عنده كتاب شهير اسمه Poverty of Historicism، يترجم فيها عقم التاريخانية. بشني التاريخانية؟ هو في الواقع لها أكثر من معنى ولها أكثر من سياق. في تاريخانية قال بها بعض المفكرين أشهرهم ديلتاي وكولينغوود، فكرة أن شوف التاريخ يختلف عن أي علم آخر، بمعنى أن له منهجه الخاص به، لا تحاول أن تطبق مناهج العلوم الأخرى في التاريخ. التاريخ عنده منهج خاص. مش هذا اللي يهمنا في موضوعنا اليوم. الحاجة الثانية، في حاجة اسمها التاريخانية بمعنى طول أمد الفكرة أو الممارسة، طول أمدها تاريخيا يعطيها شرعية، وهذه واضحة، واضحة في أشياء كثيرة عندنا. نحن أوقات يصير للفكرة
نوع من التصلب والتكرس رغم ان الفكره ما اشكك فيها، لكن خلاص الديفل يو نو. ايش معناها الديفل يو نو؟ الشيطان الذي تعرف. دما عرفناه خلاص خلينا نمشوا به. تنسى ان شيطان، وتنسى ان، ومن قال لك ان الشيطان اللي ما تعرفش أسوأ؟ انت ما تعرفش اصلا. يعني في 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 بارادوكس في العباره نفسها. الحكم الوراثي شنو؟ ما له حكم وراثي. ليش هذا الشخص يعطي حق انه يملكنا؟ لان بات ملكنا وجد ملكنا وجد جد ملكنا، تاريخ يعطيه شرعيه. تحضرني بيت احمد مطر، تعرفوا احمد مطر؟ احمد مطر طبعا شاعر سياسي وساخر. ايش يقول؟ طبعا يحكي على الخليج، يقول معلش التعبير، جلالة الحمار أنفق قوت عيالنا في ساحة القمار. ذكر أيام فهد كان جلالة الحمار أنفق قوت عيالنا في ساحة القمار، وكل حقه به أن بعير جده قد مر قبل غيره بهذه الأبر. من جابه؟ من جابه بس. تذكروا صارت فترة في العهد السابق حكاية اقتحام المنازل و بيت السكن يعني؟ في العمارة اللي أنا فيها اللي سكنت فيها جي 20 سنة، واحد اقتحم بيت، لكن بعد 7-8 سنوات سينا الموضوع. بالعكس هو تم رئيس اللجنة بتاع العمارة، وقبلين ذلك ولا زي ما تقول بدون أي غضاضة. وهي فكرة وضع اليد، فكرة الحق المكتسب، هذه هي التاريخانية. طبعا في تاريخانية نحكوا عليها في النص الديني. نعم، لما أقول لك تاريخانية النص الديني هذا معنى آخر. يعني ناصر حامد أبو زيد من أشهر دعاة تاريخانية النص الديني. دي وشنو؟ لا، ما تقوليش النص الديني عنده معنى واحد، لا، هو صالح لكل زمان ومكان لأن قابل في كل زمان ومكان لتأويل مغاير. ما تقوليش هذا تفسير ابن كثير ولا كثير إلى آخره، لا، أنا اللي بفسر توه، اللي بتفسير عصري القرآن. أوكي، المعنى الأخير للتاريخانية وهذا اللي يهمنا، أنك أنت لا تستطيع أن تطرح تصورا ملائما لأي نشاط دون أن تدرس تاريخه. تبي تقولي نظرية في العلم؟ نظرية تعطيني تصور للعلم؟ أنت تبي تكون مؤرخ علم قبل، تبي تعرف العلوم كلهم كيف تطورت، بعدين تعامل من حقك تحكي على العلم. لكن تحكي في الفراغ كي هتنتهي بالطوبوية والطهرانية انتع الوضعية، تحكي على حاجة أيقونة، تحكي على المجرد المثالي الموضوعي. وهذا بالضبط اللي دار من؟ اللي دار توماس كون. توماس كون يعني إذا كان بابر هو أشهر فيلسوف علم في القرن العشرين، توماس كون هو ثاني أشهر فيلسوف علم في القرن العشرين. في 62 دار كتاب اسمه The Structure of Scientific Revolutions، يكاد يكون من أهم الكتب في فلسفة العلوم، بنية الثورات العلمية. كل ما قاله الوضعيون أنكره،
كل مقال العلم يتطور بالتراكم، فيش كلام. العلم موضوعي إطلاقا، العلم مدنس، هو مقدس عند الوضعية، لا لا مدنس عنده. وقال أنا ما نحكيش من فراغ، أنا حنجيب لكم وثائق في كل علم، يمسك الفيزياء، يمسك الميكانيكا، يمسك الكيمياء، كل علوم. تعالوا وليكم العلماء ايش يديروا بالوثائق. بين ان غاليليو كان يدعي القيام بتجارب لم يقم بها اطلاقا. بالوثائق بين ان العلماء في كل العصور لما يلقوا واقعة ضد نظريتهم يا اما يليموها اد هاك لي، كان تذكروا يديروا شوية تعديل بحيث ليمها، وكان ما قدروش يطمسوها. فيثاغورس هو يعتقد أن مش العلماء فقط يطمسوا في وقاع ضدهم، انتبهوا، بل يجب أن يقوموا بذلك. هاي النقلة الغريبة هنا، وحنقولوا ليش. شيء مطلق يعني انه هو يقول مثلا ان العلماء كلهم ما استندوش عليه. لا هو ما يقولش العلماء كلهم ما استندوش، يقول يقولوا في ممارسات في العلم وهي تشكل جزءا لا يتجزأ منه، لو قسناها بالمعايير الوضعيه حنعترضوا عليها. وهو بدا بايش؟ بدا راهو بالنسبة له العلم حاجة رغم كل ما فيه من مشاكل، هو خلاصنا مازال مع الوضعية، هو رهاننا، لكن يجب أن يقرر فيما يجدر التقريضة. ما نقولوش في حاجات في العلم هن ما فيش، ما تقولوش العلم موضوعي، العلم ليس موضوعيا إطلاقا. بكيف القصة؟ هو بداها بالطريقة التالية، قال لو صدقنا الوضعية وخذينا بتعاليمهم متاع الحياد والموضوعية والتجريب والتحقق وشفنا تاريخ العلم، شفت التاريخانية؟ ما تقدرش تدي تصور انت تقرأ تاريخ. شفنا تاريخ العلم لقينا الكلام هذا مش سير، في أحيان كثيرة ينتهك، ومع ذلك، وهي النقطة الفارقة، رغم كل هذا الخلل اللي في العلم، العلم قاعد يحقق في نتائج باهرة بكل ما فيه من دنس. يبقى الخلل وين؟ مش في العلم، في تصورنا للعلم بالضبط. الصورة الطهرانية هذه الغلط. اوكي، بايشني الصورة البديلة يكون بكيف يصير العلم؟ قال العلم نوريكم كيف يصير. وزي ما قلت مش علم بعينه، قال لو شفنا كل العلوم حتلقوا في أي علم جديد يطلع توه حتلقى مجموعة علماء فرادى، كل واحد يشتغل حدا، كل واحد يجرب وحدا، فيش تواصل بينهم، وكل يغني على ليلة، وكلهم يفسروا في ظواهر جزئية، واحد يفسر في هذه والآخر يفسر في الأخرى وفجأة هيسمي فيها pre science قبل العلم، مازال مش علم. وعشان نقربكم الصورة، تخيلوا العولمة، العولمة راهي بعد فترة حتبقى علم، علم اسمها العولمة، لكن إنا مازلنا في بواكيرة، مازال كل واحد عنده رأي فيه، مازال في اختلافات. قال بعدين بعد هالفوضى هذه وهذه التعددية في الفروض يطلع علينا واحد بنظرية واعدة شكلها غير الآخرين، فيها نسقية
وتحل مجموعة من المشاكل بطريقة باهرة لدرجة أنها تستقطب مجموعة شباب يؤمنوا بالنظرية ويحاولوا تقليدها فيش في استخدام منهجها في حل مشاكل أخرى غير اللي حلتها. واضح الفكرة؟ تسلسل معتاد. طبعا هو يقول تسلسل معتاد لكن أفضل وش يسميهن؟ ما يسميهنش تحل مشاكل، يسميها بازل سولفينج مش بروبلم سولفينج. شو الفرق؟ شو الفرق بين بازل وبروبلم؟ لا بمعنى اللغز. شو الفرق بين اللغز والمشكلة؟ لوجيتها قلت لك يا دكتور عادة أنا عندي لغز قولي قول لي قول لك بس راهو مالش حل قولي مش لغز منها صح اللغز بالتعريف لحل الواحد شوفوا مهمة العلماء طبعا الأولى كانت شنو بري ساينس ها تو نحن في مرحلة ايش نورمال ساينس هذا العلم السوي هذا بواكير علم لكن هذا علم هذا هو العلم الحقيقي عنده في العلم الحقيقي في النورمال ساينس ليس الهدف حل مشاكل مش انه والله في ظاهرة بفسروها مش عارفين كيف لا كيف مش عارفين كيف فسروها انت عندك نظرية عندك لغز انت حل بناء على النظرية مش تجي تقول بلكي المشكلة هذه تورينا نظريتنا غلط لا 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 مش مسموح لك انت الان واحد من جنود النظرية نعطيك مثال تسمع مذنب هيلي ولا ايش قصته مذنب هيلي قصته ان المذنبات طول عمرهن ديرات مشكلة مش عارفين كيف يفسرون ليش لانه يطلع لنا مذنب بعش يرد بينما تصورنا دائما للعالم انه يدور في حلقات لكن الحالة تدور من الذرة للمجرات ديما في فكرة دوران عند البشر من ايام افلاطون به كيف هذا يطلع ما يردش وتجينا نظرية نيوتن تقول وايضا ديكارت نرى كل شيء عنده فلك يدور فيه لما جاء هيلي وشافوا مذنب أو حاول يحل مشكلة المذنبات ما كانتش مهمته هل المذنبات تتسق مع نظرية نيوتن ولا مش هذا سؤاله مش هل المذنبات تثبت خطأ نيوتن ولا تثبت صحته مش هذا سؤاله سؤاله كيف نستخدم نظرية نيوتن في حل هذا اللغز وفعلا شندار مشار التاريخ واكتشف ان الناس في كل 76 سنة يحكوا على مذنب من ايام الصينيين قدماء قال ما انه هو نفس المذنب يبقى هو يبرم شوفوا حل بناء على نظرية نعم وتنبأ أن يوم 14 يناير 1886 حتشوف المذنب مرة أخرى ومات قبلها وفي هذيك الليلة قال لك سهرت أوروبا كلها تحت كأن نيوتن على المحك ما طلعش لكن طلع بعدها بأسبوعين ما يفرقنش واضحة الفكرة؟ لكن تهمني شنو؟ كون يقول اللي شك في النظرية بمعنى لقي ظاهرة ما قدرش يفسرها بنظريته
زي النجار الأخرق الذي يلعن أدواته. ما تسبش القدومة، أنت اللي متعرفش. عطي طريق لغيرك، ما قدرش تحل المشكلة اللغز يبقى عطي طريق لغيرك. لاحظوا الفكرة، غاية العالم مش حقيقة ولا تسير الظاهرة، لا 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 لا، الدفاع عن نظريته، الاستماتة بالدفاع عليها بأي ثمن. طبعا هذا تاريخ موثق. وطبعا ايش يصير في الأثناء؟ تصير عملية الالتفاف على الوقائع المناوئة. انت تشوف الوقائع ضد كلامك، وكل مرة تكلفت فيها بشكل. بعد فترة اشتري النظرية حتى عقد وترهل، وتبدأ الشكوك تساور العلماء. بلكي خالة مش فينا، نحن ما عرفناش نحل الألغاز هذين، بلكي النظرية بروحها. ومع ذلك، وتذكروا عبارة ألفونس الكبير اللي قلتها أسبوع ما قبل ماضي، تذكروها؟ لو استشارني الرب لأسديت له نصيحة مجزية. شوفوا النظرية تعقدت، لا لا مش النظرية اللي غلط، الواقع هو اللي غلط، الدرجة هذه التشبث. لكن زي ما قلت، بعد ما يقترن المشاكل حننتقل لمرحلة الكرايسيس. شوفوا بري ساينس، نورمال ساينس، كرايسيس. لاحظوا ان اللي كانت تشتغل هنا ما يسميهاش ثيري، سميها بارادايم. مر عليكم التعبير هذا، من اشهر التعبيرات. بيش معنى بارادايم؟ معناها النموذج الذي يقاس عليه. يعني انا نيوتن حليت لكم مشاكل، تعالوا حلوا كيفي، قلدوني. اوكي، طبعا بعد ما تصير الازمه يبدو الناس حتى خلسه يفكر في بدائل دون ان يتخلوا عن النظريه، لكن يبدو يفكروا. واللي صار في البري ساينس حيصير هنا مره اخرى. يبدو كل واحد يشتغل في جهه، بلكي يطلع هو اللي بارادايم جديده. ولما تطلع البارادايم الجديدة، يعني يطلع لنا كوبرنيكس ولا نيوتن ولا لافوازي ولا أينشتاين، معناها صارت ساينتيفيك ريفوليوشن. ليش حدير؟ حجب لنا بارادايم واحدة أخرى. ونعاود الكرة ثانية. سؤال، البارادايم الجديدة خير من الأولى؟ هنا حجينا كلمة يستخدم فيها، هي معروفة الكلمة، لكن وحدة مبادئ من مبادئ كون، إن كم من سرية بلتي، إن كم من سربل، غير قابلة للقياس باستخدام الوحدات نفسها. باختصار إلا مقايسة. يعني إيش؟ أنت عندك بارادايم الأولى وهذه جديدة، تبي تقول لي هذه خير؟ بناء على إيش؟ لاحظوا أن هذه عندها معاييرها الخاصة بها، عندها منهجها. رغم المنهج مش برا عندكم، عند الوضعية منهج ودي نعرفوا بيه انت صح ولا غلط، منهج العلمي، لا لا لا، المنهج جزء منها. لما جاء بطليموس جاب طريقته ومنهجه الخاص في حل المشاكل، لما جاء كوبرنيكوس جاب لنا منهج واحد آخر.
كأن كنا لابسين نظارة خضراء توا لابسين نظارة حمراء، توا نشوفه في العالم بطريقة أخرى. بهو العالم شن هو؟ مدر عنا العالم شن هو؟ ما أصلاً العالم شوف فيه بنظرات نحن أصلاً. يعني اللي يقول العلم achieves progress by accretion ولا by accumulation، إن نحن نقترب رويداً رويداً من الحقيقة، هذا على أساس يقول في كلام هذا. ليش هو عارف؟ هو ربي عارف العالم شنو قاعدين نقربه منه؟ العالم أصلاً مش عارفين، نحن ننظر العالم من العلم. يبقى حديثنا على التراكمية وأن العلم يتطور ما لناش أي سند له. نحن كل ما في الأمر كل مرة نغيره في حاجة. ولاحظوا الانكومنسربيليتي أو اللامقايسة على ثلاث مستويات مش واحد، يعني هذه ما تقدرش تقارنها بهذه على ثلاث مستويات. شن هن؟ واحد سيمانتك، بمعنى الكلمة اللي هنا كلمة كوكب عند بطليموس لما ترد عند كوبرنيكوس مش نفس المعنى، راه تعريف مختلف، بدليل ان واحد الارض كوكب والاخر الارض مش كوكب. هذه شنو؟ سيمانتيك انكومنسربيليتي. ميثوديك، هذا منهج وهذا منهج. بيرسبتشوال، اللي عنده نظرية perceives things differently عن اللي عنده نظرية واحدة أخرى. حتى في الإدراك متاعك، يعني بطليموس هو واقف على شط البحر، واحد يشوف في الشمس ترقى لأن الدور، واحد يشوف الأرض تهبط لأن هي اللي الدور، مع أن يحقوا في نفس الشيء. فكرة أن أفكارك المسبقة تتحكم في إدراكك. وشوف الخطر وين توا. Observation اللي نحسبوها Objective وهي اللي تحكمنا أنت صح ولا لا، تمت هي نفسها Theory laden، هي بروحها مشعولة بنظرية، ما عادش تمت محايدة، ما عادش تمت مستقلة. طبعا لاحظوا أن الخصوصية متاع العلم كنشاط عقلاني بدا عند تكون يفقدها. ليش؟ لأن لما تشوف وصفة للنورمال ساينس راهو نفس اللي ساير في الأيديولوجي بالضبط. في الأيديولوجي ايش عندنا؟ عندنا نظرية، عندنا مبادئ، وانت اللي منتمي الأيديولوجية متاعتي مش غايتك تشوف الأدرجية صح ولا لا، مش هذه قصتك. اللي زمان يديروا في شروحات كتاب الأخضر يبوا يفسوا كتاب الأخضر، هل وحدة من مهامهم يشوفوا اللي قالها معمر صح ولا لا؟ مش هذا السؤال. السؤال اللي قاله معمر صح، وحتى لو طلع شكله مش صح ورينا كيف إن نحن اللي غلطانين. هذا خطاب السياسي، خطاب الديني أيضا من نفس القصة. تو أنت لما جي الآية تقول ويعلم ما في الأرحام، الله وحده اللي يعلم ما في الأرحام، قلوا لا الآن نقدر نعرفه. ما تقوليش الآية غلط، مش هذه وظيفتك أنت وتتفسر. لا، الآية صح، وعطيني طريقة في تأويل الآية حيث تتسق مع الحوادث. الآن قاعد يقول راهو اللي يصير في الدين واللي يصير في السياسة كله نفس الأسلوب، وهو أسلوب صحيح. انتبهوا، مش خاطئ. ليش صحيح؟ ليش التشبث بنظريتي والدفاع عنها والاستماتة من أجلها صحيح يكون؟ قال أول لو كان تبعنا بابر وكل ما لقينا واقع ضد نظريتنا رفضناها، رانا كل يوم لابسين بدلة. وما حقق العلم أي إنتاج،
ليش؟ لأن إذا كان مسألة وقائع أنت ديما في وقائع ضدك. لا، أنت عطي فرصة النظريتك أنها تستنفد جميع قواها. التراكم الحقيقي يصير في النورمال ساينس جوا. ليش؟ لأن كل يوم حلين مشكلة، لكن حنديروا بها كثيب أو جبل، وحجينا واحد آخر يدير جبل واحد آخر. يبقى الفكرة به كيف بهالخلل كله يكون مازلنا نتشبث بالعلم ومعتبريننا. قال لأن العبرة بالخواتم. شوف العلم بكل ذلك ما حقق من سيطر على البيئة من تقنية إلى آخره، والآن عند كون التقنية مخلطة بالعلم. ذكرنا كنت ناقش فيك يقول لك ضروري نميز، رو هذا تمييز الوضعي. لا لا، الآن يقول لك ما فيش تمييز، تقنية خالطة العلم و... يبقى الفكرة شنو؟ طبعا بهم من اللي صح توه، كون ولا وضعية؟ شفتوا صورة طهرانية والآن صورة من تقديس إلى تدنيس. أولا كويس أن يكون عندنا الاثنين باش نأكد مورال أساسي جدا في التفكير الناقد. انتبه للنقطة هذه، الدرس المستفاد من القصة دي كلها نشوف. إذا كان العلم بكل انضباطيته وبكل يعني بكل ما قيل فيه من إيجابيات سواء عند الوضعية أو كون، مازال عاجز عن حتى معرفة نفسه. بمعنى ليس لدى البشر تصور واضح متفق عليه للعلم. هل نتوقع أن يكون لدى البشر توافق على قضايا قيمية وغيبية إلى آخره وسياسية وأيديولوجية؟ إذا كان العلم ما فيش قطعية لا في فرضياته ولا في طبيعته هو نفسه، توقعوا في الإخلاط؟ يبقى كأن العلم قاعد يثبت بعجزة، قاعد يثبت فيش؟ في التعددية والتسامح إلى آخره. هذا بعد القيم الأساسي. يعني الناس اللي قاعدين متشبثين بآرائهم السياسية أو الجمالية أو النقدية أو الاجتماعية إلى آخره أو السياسية أو الغيبية كله، أنت متشبث. إذا كان العلم بكل ما أنجز من تقدم بكل انضباطيته عاجز عن أن يجزم بشيء، فأجدر ذكروا أفرتوري، حجة الأفرتوري، أدعى أن الأنشطة الأخرى تكون عاجزة. خلينا نقول آخر حاجة. تفضل. بمنع عن التصور، يعني هل هو بهذه الفئة علم بحد ذاته ديمقراطي ومفيش تصور عليه؟ يعني بمعنى أن هناك نخبة من العلماء يتشبثوا بشيء ولديهم القدرة والهيمنة اللي تخلق آخرين مش قادرين يتعدوا هذا الحاجز اللي وضعوه في ذلك. ليش؟ أحكي في العلم في حد ذاته، لما تحدثنا أنت على القيم. يعني نعطيك مثال آخر، يعني هو أن فيه نظريات سائلة لأن اللي يتبنوا في هذه النظريات مسيطرين. يعني مثال بسيط، نشر أي بحث إذا لم يكن مستوفي لهذه النخبة مثلا يمنع نشره. يا سلام عليك، يا سلام عليك. تعرف العبارة هذه قيلها كون حرفيا، حرفيا
وبوثائق قراه اي واحد في سياق النورمال ساينس يتمرد شويه هيك ما يلقاش من ينشر له الورقه بتاعته سوف يمنع من النشر. وهذه نقيشه هو يقول لا شو الفرق؟ هي نقيسة من منظور الوضعية لكن هو يقول لا أنت الآن ضروري تحافظ على ضروري تشتغل بحاجة لأنك أنت كنت تميت تشك باستمرار رك مش حدير شيء لا خلينا نشبثه بالنظرية نديره فيها ما يمكن يندار في الأخر بلكن ما قدرناش نغيره زيادة أخرى دكتور في الدكتور دائم يعني أنت وصفت بأن التوجه وأيضا يعني التغيير فيه هو ثورة ليش ما هو حقيقة يعني ما يكون التغيير تدريجي في البارادايم أيضا سوف فيها بارادايم شفت يبدأ بالتدرج تصل في النهاية لا هو بارادايم شفت مش تدريجي يسمي فيه جيشتالت شفت اللي هو شنو جيشتالت شيفت لو انت لما تشوف الصوره هذه اللي راهو تنشاف مرتين بشكلين اوكي راهو في لحظه تغير ما تقدرش تشوف الاثنين مع بعض ف طبعا راهو بابر مع كلامك بابر يقول لا خلينا من اللي سير ماليش علاقه باللي سير لكن يجب أن يكون التغيير تدريجي وراهو هذا اختلاف حتى في مهمة فلسفة العلم أنت إيش قاعد تدير أنت قاعد تقول لي شنو اللي سير أنا إيش دخلني في اللي سير أنا نبي ما ينبغي أن يكون إذا كان العلماء يديروا في خطايا فأجدر أن يلاموا مش نقولوا هذا هو العلم وعلى فكرة انت لو شفتوا النخبة المثقفة اللي عندها اي اطلاع على فلسفة العلم حتلقى اشهر شخصية عندهم من؟ كون ليش؟ لان العالم هو يقرأ في كون اول حاجة يلقى في روحه يلقى واحد يحكي على حاجات يدير فيه هو ثاني حاجة يلقى ان كون يحكي على حاجات يدير فيه وكان متحشم ان يدير فيه ويحسب روحه وحد يدير فيهم قاعد كون يقول له بالوثائق راه مش غير انت انا حكيت عليه فيثاغورس كانت عنده نظريه ان الاعداد والارقام هي اللي تحرك الكون هي نومس الكون الرياضيات هو اساس الكون والرياضيات كل شيء دقيق ومحدد ما فيش حاجه متاع بعدين فجأة اكتشف جذر اثنين لنا الراشنال نمبرز جذر اثنين مش محدد تكتبه مع شنتي لم جماعته واقسموا ان الموضوع هذا ما يعرفش حد إن موضوع حظا ما يسمعهاش حد بالوثائق طمس لأن أوكي اللي بنقولها لو سألته على موقفي أنا من أنا طبعا جميل هذا التعدد أوكي لكن في نقطة أعتقد إن هي مشكلة في كون طبعا كون مش فيلسوفة وبالتالي زي ما يقول حجة فلسفية واهية إلى حد كبير لكن مؤرخ الخطأ يبدو لي الأساس اللي وقع في كون خلينا مشكوك تاريخية لأن بعض الناس قالوا لا اللي يقول فيها رأوه مش صحيح على الأقل مش صحيح في كل العلوم مش هذا أهمنا أنت لما تقيم مشروع ما هل تقيمه بنتائجه الإيجابية فقط؟ لا 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 بين قيمه بإيش؟ تقديم الحل هذه هي النتيجة
حتى المشاكل اللي مش انا بعدين اصلحها يعني. انا نقول انا ايجابيات اوكي نقيم بها، لكن نقيم حتى بالمشاكل. هل المشاكل توجيه يقول لك شوف يقول لك تحتاج الى بعدين مش ملقى فيها في مشروع اخر. نعم حتى. يقول لك النظام السابق النظام السابق شوف وش ندار ما دلكم النهر الصناعي العظيم، ما خلى ليبيا اسم في العالم كله، ما دلكم شبك طرقات ما اندرتش في الأنهي، ما دلكم 24 جامعة إلى آخره. هل هذا يكفي تقييم النظام؟ والله السؤال الأهم مش شندار النظام شين كان ممكن يدير بنفس الموارد. نفس القصة في العلم، انت يكون ما يقوليش مع ذلك رغم كل هذا الدنس اللي في العلم شوفوا شندار. السؤال بهش كان ممكن يدير لو كان اقل دنسا، هذا هو السؤال الحقيقي. اوكي حنوقف الان، ومش عارف اذا كان عندكم اي تعليق، لاني الان تقريبا نهيت حديثي عن النشاط العلمي، وحنبدو في التكنيكاليتيز بتاعت المنطق في الجزء الثاني.